حسوي صينية سمك سيبريم، وراح أضيف وياهم هاليوم شريمز. قطعت البطاطا بهالشكل هذا والبصل، خليتهم صينية الفرن. هسه راح نجهز التتبيلة. هنا خليت ثوم فريش، حبة فلفل حلو أحمر، وحبة فلفل أخضر، بصل أخضر. هسه نبدي نحرسهم. هذا نوز. هسه راح أضيف التوابل، راح أخليه زيت زيتون، شوية زيت نباتي، خليت معجون طماطم، راح أنزل عصير حامض فريش، كاري طبعا متوفر كاري للبيع عندي، كركم أيضا الكركم متوفر اللي حبي يسوي أوردر، فلفل أسود وملح. أخلط مواد. غسلت السمك ونظفته، هسه راح أنزل تتبيلة عليه، تبل السمك، وأنزل تتبيلة على البطاطا والبصل. طبعا أنا خليت هالابينيو وحدة قسمتها قسمين، وزعت التتبيلة على البطاطا، وزعت التتبيلة على السمك. وهنا عندي بلاك تايجر شريم، شلت الشل، وأكو حبل يكون حبل أسود بالظهر، لازم ينشال. راح أنزلهم التتبيلة اللي بقيتها، طبعا ببقيهم ساعة أقل شيء حتى يهضون طعم التتبيلة. شلت الشريم على البطاطا، راح أنزل السمك. الفرن حميته على 550 فهرنهايت، أعلى شيء عندك. هسه راح أخلي بارتشمنت بيبر بعدين تن فويل، وندخلها الفرن لمدة ساعة. بعد ساعة أشيل الغطاء حتى الفكرة تتحمر شوي وتاخذ لون. طلعت من الفرن، طلعت بهالشكل هذا، وسويت وياها تمن. هسه راح نخليه بمعون التقديم. هذا هو الشكل النهائي لأكلتنا لهذا اليوم، طلعت فتشي تحفة. ونشوف الفشي مالتنا شلون طلعت، شوفوا الجمال، واو.